من جهته أكد عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن الناقلة الوطنية رفعت تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة، وحثت الشركة وعملائها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد. الحمد لله اليوم فتحنا تسير جميع الرحلات من مطارات ولا مطار دبي، وقمنا باستقبال المسافرين. طبعا ان كان هناك كثافه ولا كتدس من عدد المسافرين اللي كانوا عالقين بعدم تسير رحلات خلال الفتره الماضيه بسبب سوء الاحوال الجويه، ولكن بعد تشغيل وفتح تسهيل إجراءات المسافرين قمنا بتقليل هذه الأعداد، وتم إكمال إجراءات المسافرين على الطائرات التي تم إعادة جدولها بحسب التأخيرات اللي واجهناها من سبب سوء الأحوال الجوية. أطلب من جميع المسافرين أن القدوم إلى المطار بعد التأكد من ثبوت حجوزاتهم المستقبلية وعدم القدوم إلى المطارات لتفادي أي ازدحام وتكدسات في المطار من الأشخاص الذي لا توجد عندهم حجوزات، وأخذ الحيطة والحذر في التنقل من أماكن سكنهم إلى طبعا المطار. نحن بطيران الإمارات دائما نقوم بأخذ الاعتبار جميع إجراءات السلامة والأمان وكل ما يتعلق بتوفير الخدمات المطلوبة لعملائنا للتأكد من الوصول إلى وجهاتهم بكل سلام وأمان.